الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في هذا الأثر يدعو سعيد رضي الله عنه إلى الثقة بالله تعالى قائلا: من استغنى بالله، أي اكتفى بالله عز وجل واحتمى به في كل أمر من أمور حياته. وهذا أمر أرشدنا إليه القرآن الكريم في مواقف لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام لنقتدي بهم. فقد جاء على لسان موسى عليه السلام لما قال له أصحابه لما أدركهم فرعون بجنوده: يا موسى، كيف نصنع؟ وأين ما وعدتنا؟ هذا فرعون خلفنا، إن أدركنا قتلنا، والبحر أمامنا، إن دخلناه غرقنا. فقال لهم موسى عليه السلام في كل ثقة ويقين بالله عز وجل: كلا، إن معي ربي سيهدين. أي لن يدركون، إن معي ربي يدلني على طريق النجاة. وأنجاه الله عز وجل والذين آمنوا معه. قال سبحانه: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أستاذنا الكريم، نبين اعتصام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه في حال الشدة. ورد الاكتفاء بالله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان ومعه الصديق رضي الله عنه، حينما كان في غار ثور أثناء الهجرة. وعندما وصل المشركون إلى الغار، قال أبو بكر رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين فوق رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه أبصرنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. صدق الله العظيم القائل: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وورد أيضا الاكتفاء بالله عز وجل في قوله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون لما أرسل أبو سفيان مع بعض التجار رسالة تهديد وتخويف، وأنه قد جمع العدد والعدة وعزم على الرجوع لقتال المسلمين. فقال الرسول وقال المسلمون: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله. فلما اعتصموا بالله رد كيد عدوهم. قال سبحانه: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل،
قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكلاهما نجاه الله عز وجل بالثقة به والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه. ويدعونا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نطلب من الله تعالى أن يرزقنا الثقة به وبرسوله وبأنفسنا. فعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة، فسألوهما الله عز وجل. أستاذنا، ومعنى قوله، قول سيدنا سعيد في نهاية أثر اليوم: افتقر الناس إليها. معنى قوله افتقر الناس إليه، أي احتاج الناس إليه. نعم، فالإنسان المستكفي بالله يكون غنيا معنويا وحسيا ولا يحتاج إلى الناس، وإنما الناس هم الذين يحتاجون إليه في النصح والمشورة وفي قضاء حوائجهم يقضيها الله عز وجل لهم على يديه. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس.